الحمد لله رب العالمين. يا إخواني الأعزاء، نحن الآن أمام معرض منظمة الإنسانية أولا في الجلسة السنوية بالمملكة المتحدة. هيا بنا ندخل الآن. الحمد لله رب العالمين. يا سلام أهلا وسهلا brethren around the world, we welcome you all to Jalsa. أعزائي المشاهدين، معنا الآن أحد ممثلي منظمة الإنسانية أولا، الأخ محمد ملص. أهلا وسهلا الأخ محمد ملص. أريد أن أسألك بعض الأسئلة عن منظمة الإنسانية أولا. هل ممكن أن تخبرنا نبذة قصيرة عن هذه المنظمة؟ طبعا، الإنسانية أولا منظمة إنسانية تخدم الإنسان بغض النظر عن لون جلدته، عرقه، دينه أو الدولة التي يعيش فيها. هل ممكن أن تخبرنا عن بعض المشروعات التي تقوم بها منظمتكم للبلدان العربية؟ نعم، مثلا يوجد لدينا مشروع مدرستين في الأردن، في عمان وفي المفرق، لتدريس الطلاب من اللاجئين السوريين والمحتاجين في الأردن. وهناك مشاريع الأضاحي في بعض الدول الأخرى ومنهم الأردن أيضا. وهناك مشروع تحلية المياه في غزة، لأن هناك مشكلة كبيرة في المياه لديهم. ويطول للذكر، يعني هناك مشاريع كثيرة. الحمد لله رب العالمين. يا سلام أهلا وسهلا.